الأصدقاء السلام عليكم. واحد الوقت هذه تقريبا واحد 10 شهور ولا 9 شهور 8 شهور كانت واحد الفئة ديال الجزائريين اللي أنا شخصيا كنسميها العصابة، العصابة ديال بصح. خلينا من ديك العصابة اللي قال كيقولوا لكم العصابة راه داروها في الحبس، راه ما عصابة والو، هذيك هذوك سي دي زوم دافير لي كي سو سون انريشي ايليغالمون بالحرام، فهمتي؟ تشفرت بيناتهم، الخونه بيناتهم، خلاو فلوس البلاد، ولكن ماشي هذيك العصابه اللي كانت كتسيطر على الجزائريين. حنا كنتكلموا على العصابه اللي كتحكم البلاد، اللي وراء الستار، واللي كانت وراء واللي كانت وراء بوتفليقه، اللي كانت وراء اللي كاينه دابا حاليا وراء تبون، فهمتي؟ هذيك اللي باقيه اللي فيها السيفيل وفيها العسكر. هذوك الناس ذاك الوقت، هذه 10 شهور هذه 9 شهور كنتو كتسمعوا اليد الخارجيه باش يكذبوا على الجزائريين. قالوا واحد الوقت هددوا المغرب، هددوا فرنسا، هددوا اوروبا، ما تدخليش في الشؤون. حنا المغاربه المغرب كان امانتروبريز، الملك محمد السادس قال الوزراء ديالو بلعوا فمكم من ناحيه الجزائر، خليهم يدبروا راسهم، حيت هما كانوا كيقلبوا غا على السبه باش يقولوا للجزائريين هانتوما هانتوما المغرب ولا هانتوما فرنسا ولا هما اللي كيحرضوا الشعب الجزائري ضد الحكام ديالو. ودابا الحمد لله بقى المغرب ما بقاش داخل، ما داخلش كاع، فرنسا ما كتداخلش، خلينا الجزائريين هما وحريرتهم، هما والحراك ديالهم. ودابا الجزائريين بنفسهم كيعترفوا باللي هاد الحراك اللي كاين في البلاد راه الشعب الجزائري هو اللي خرج، هو اللي كيطلب الحقوق ديالو، هو اللي كيطلب الاستقلال، ما كاينش شي ايادي اجنبيه ولا حتى شي حد. ولهذا هذوك اللي وراء الستار، هذوك اللي وراء الستار اللي جابوا لكم تبون حطوه لكم، وجابوا لكم هذو الوزراء، وجابوا لكم هاد الحريري اللي هما هذوك الناس خصهم تعرفوا راه ما باغيينش يخليو، ما باغيينش يخليو البلاد، ما باغيينش، حيت راه هذاك هو المصدر عيشهم، مصدر الحكم ديالهم، مصدر. ما يمكنش ليهم غدا ولا بعد غدا غتسمعوهم خواو، حيت هما الا مشى خواو ما بغاو هذوك الناس، راه ما بغاو لا ديمقراطيه، ما بغاو لا حقوق الانسان، ما بغاو لا حريه التعبير، ما بغاو والو، بغاو هما ديما يبقاو كيسيطروا على البلاد، وهما اللي كيتمتعوا بالثروات الثروات ديال البلاد. الجزائر تبارك الله ماشي خيرها ماشي قليل، من النفط والغاز، دياموند، الحديد، النحاس، جميع سميتو. وملي كتشوف البلاد بحال ما عندها والو، كتصدر 98% ديال التصدير ديالها كلها محروقات. وزيد بزياده هاد الناس هادو ما قالوش عرفوا بلي البلاد راه قربت الطب، ما قالوش يخدموا عقلهم وينوضوا يديروا مشاريع ويديروا اوزينات ويديروا مصانع باش الجزائر تولي تصدر حاجه اخرى. لا، هما كيقلبوا باغين عاد داك المرض اللي فيهم ديال النفط والغاز، باغين هذاك لو غاز، هذاك الحاجه النفط والغاز الصخري، باغين يخدموه. جمون فو الى البلاد ضيع، جمون فو الى هذيك الثروه اللي كاينه تحت الارض اللي تحت الصحراء ديال هذاك الماء اللي موجود تحت، جمون فو الى مشات تخسر. هما باغيين غير يجبدوا دابا الفلوس، واقفين مجيفين باغيين الدراهم توت سويت، الور كو عندهم ديجا، هما عندهم 62 مليون محطوطه في الابناك الاجنبيه. علاش ما يشدوا هذيك الدراهم اللي كاينه في الابناك الاجنبيه، يعاود ينوضوا من جديد، يستثمروا، يديروا مشاريع، يديروا عطى الله الا ما عندهمش هما، حيت راه ما عندهمش العقل، سي فري راه ما عندهمش العقل، يعيطوا الاجانب
اللي عطوهم افكار ويوريوهم المشاريع. عيطوا البنك الدولي، عيطوا الافامي، يوريوهم المشاريع اللي غادي يخدموا الجزائريين في بلاصه اللي غادي ينوضوا. اش غنقول لكم؟ الله يحضر السلامه وصافي. الاصدقاء، الى اللقاء.